مفاجأة لنا محمد وقمر دائي، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بداية هذا الفيديو مع الجميلة لنا محمد اللي نشرت ستوري كشفت من خلاله انه هي اليوم عندها مناسبة. جاهزة ليش؟ عندنا مناسبة نروح نحضرها بعدين عن الفعالية. فحكي سريعا الاوتفت، حبيت البس بنطلون بني اسود تحت القميص وهي الباك، شوز ابيض. احنا واصلين. نمر إلى الجميلة قمرة اللي تفاعلت بدورها بستوري، كشفت أنه بكرة رح ينزل ليل وفيه مفاجأة. انقسمت آراء الجمهور، البعض توقع خطوبة قمر، والبعض الآخر توقع أنه يمكن قمر رح تشتري سيارة جديدة، والبعض الآخر توقع أنه قمرة رح تشارك بالترند الهندي. شو توقعاتكم أنتم بخصوص هذا الخبر؟ أوكي، كل مرة أقول هيتي بس قسم بالله ما صدق عندي ظروف، والله العظيم صار لي شغلة، صارت لي مشكلة، صارت لي قصة. يعني إذا احتيها حتى ما تصدقوها فما رح احتيها، رح ألتزم الصمت ورح أسكت. الحمد لله على كل حال ما خلتني أقدر أصور، يعني أنا إذا أريد أصور فما أقدر أصور لهالدرجة، تخيلوا. فالحمد لله يدحى والحاربها.